مشاهدي اكسترا نيوز، اهلا بكم في هذا اللقاء. في اطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في عدد من المجالات، ايضا تزامنا مع زياره الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى مصر وانطلاق حتى المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي المشترك، وقعت شركه سانوفي مصر الشركه الفرنسيه الرائده عالميا في مجال الصناعات الدوائيه والبحث العلمي مذكره تفاهم مع وزاره الصحه والسكان. هذه المذكرة لتطوير الخدمات الصحية ونقل الخبرات الفرنسية في مجال الرعاية الطبية بالطبع إلى مصر. في هذا اللقاء معنا السيد جون فارس، وهو نائب رئيس شركة سانوفي إفريقيا. سيد جون، برحب بحضرتك في هذا اللقاء على شاشة إكسترا نيوز. أتشرف بوجودي معك هذا الصباح وشكرا على توجيه الدعوة لي. بالأمس كان لدينا يوم حافل ليس لسانوفي إفريقيا فحسب، ولكن كذلك على وجه الخصوص لسانوفي مصر. حسأل حضرتك عن هذه التفاصيل، لكن في البداية دعنا نتحدث عن مذكرة التفاهم التي كما حضرتك تتحدث يعني تم توقيعها مع وزارة الصحة والسكان. ما هي تفاصيل هذه المذكرة وأبرز المحاور فيها؟ سانوفي موجودة في مصر منذ 56 عاما وتقدم الخدمة الصحية للمرضى. ما حدث بالأمس هو توقيع مذكرة تفاهم لديها جزئان. الجزء الأول يتمحور حول الرعاية الصحية في عربات الإسعاف، حيث ركزنا على التدريب لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، ونأمل في تقديم التدريب من فرنسا لإعداد وتجهيز السيارات الإسعاف لرعاية الطوارئ لمصابي أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل. الجزء الثاني متعلق بالأورام. نحن نعلم أن الأورام مستهدف كبير للرعاية الصحية في مصر، ونحن نعمل على دراسة جدوى للنظر في إمكانية التصنيع المحلي والتدريب المحلي والاختيار المحلي للمرضى. هذه الاتفاقية أيضا العمل مع مرضى أو مساعدة مرضى السرطان بشكل أفضل، ما هو هذا الجزء بالتحديد في مذكرة التفاهم؟ نحن خبراء في علاج السرطان على المستوى العالمي ولسنوات طويلة، ونحن نعلم أن توجيهات الحكومة تهدف تعزيز اختيار المرضى وتوعية المرضى ورفع الوعي بأمراض الأورام من أجل علاج السرطان، ونحن مؤهلون بشكل كافي من جانبنا كشركة سانوفي، ولدينا المعرفة الخاصة بالإجراءات الطبية ومدى إدارة مرضى السرطان، وكذلك لدينا منتجات تساعد في التدخل في المرضى الذين يحتاجون لعلاج لهذا المرض، ونحن ننظر في كافية التشارك محليا مع الحكومة المصرية لتقديم مستوى أفضل من الرعاية الصحية للمرضى في مصر. سيد جون، لو سمحت حضرتك تتحدث معنا أكثر أو نعرف الجمهور المصري أكثر عن شركة سانوفي. ما هو تاريخ شركة سانوفي؟ منذ متى تحديدا بدأت العمل في مصر؟ وأيضا إذا استطعنا الحديث عن حجم استثمارات الشركة في مصر. كما ذكرت، نحن موجودون في مصر منذ 56 عاما ولدينا منشأة تصنيعية في مصر. لدينا ما يقرب من 1200 موظف في مصر، واستثمرنا ما بين عامي 2016 و2018 حوالي 300 مليون جنيه مصري، وسيرتفع هذا الرقم بنسبة 50% في 2019، وبالتالي نحن نستمر في تطوير خبراتنا وقدراتنا في مصر لتقديم الأدوية للمرضى. العام الماضي قمنا بإنشاء مركز توزيع جديد على أحدث طراز عالمي، ومرة أخرى بسبب توسيع قدراتنا نحتاج إلى أن نتأكد من أن الأدوية تصل للمرضى في الوقت المناسب والسرعة المناسبة، وهذا يرسخ مركزنا رقم 3 في السوق المصرية الدوائية. نحن موجودون منذ وقت طويل كما ذكرت، ما يقرب من 60 عاما، ونحن ملتزمون بالتطوير المستقبلي والتوظيف المستقبلي وكذلك العلاج المستقبلي للمرضى في مجالات متنوعة تتراوح ما بين السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام. إذا ما هي أبرز المجالات، أو هناك 7 مجالات تحديدا تعملون فيها أو تعمل فيها شركة سانوفي في مصر، إذا استطعنا أن نتحدث عن هذه المجالات؟ أحد نقاط القوة الرئيسية لسانوفي هو تنوع محفظتنا الدوائية. في العامين الماضيين على سبيل المثال أطلقنا منتجات 7 جديدة
في مصر. المجالات التي نتخصص فيها هي أمراض القلب والأوعية الدموية، وإذا هي متعلقة بالمنع والوقاية ضد وعلاج أزمات القلب والذبحات الصدرية. أحد نقاط قواتنا الرئيسية هو أن لدينا محفظة دوائية صحية متنوعة، لدينا منتجات 7 جديدة أطلقناها في مصر في الأعوام الماضية، نركز على عدة مجالات: أمراض القلب والأوعية الدموية، الوقاية ضد أزمات القلب والذبحات الصدرية، وإدارة مرضى السكر والذي أصبح وباء عالميا منتشرا، لدينا اللقاحات، ولدينا مضادات العدوى، وكذلك التعامل مع الأمراض النادرة. كذلك نحن نقوم ببيع الكثير من الأدوية التي تصرف بدون روشتة طبية. حينما تذهب إلى الصيدلية وتريد شراء مسكنات الألم التي تصرف بدون روشتة طبية، نحن نوفر هذا. إذا محفظتنا الدوائية متنوعة. أعتقد أن هذه المحفظة مرتبطة كثيرا بما يحتاجه الناس اليوم وللمستقبل في مجال الرعاية الصحية المصرية. هل تخطط شركة سانوفي للاستثمار بشكل أكبر في مصر؟ هل هناك استثمارات في مجالات أخرى تعملون عليها في الوقت الحالي؟ كما ذكرت، نحن استثمرنا استثمارات هائلة خلال الأعوام القليلة الماضية، ونريد زيادة استثماراتنا الصناعية بنسبة 50% في 2019. هذا من جانب بناء القدرات. منظومة الرعاية الصحية المصرية تنمو، لدينا 2.7 مليون مولود سنويا، وهذا يعني أن السوق سينمو بشكل مضطرد. علينا أن نستثمر بقوة لتلبية هذا الطلب، وسنستمر في النظر في قدراتنا الصناعية للتأكد من أننا نستمر في تقديم توريد ذا جودة عالية من الأدوية والمنتجات في السوق المصرية. وكما ذكرت في بداية كلامي، فإن مركز التوزيع الجديد سيسمح لنا بأن نوفر خدماتنا على أعلى مستوى عالمي، تضمن حصول المرضى على الأدوية في الوقت والسرعة الملائمة، وهذا يعد تحديا في الكثير من الأسواق. إذا انتقلنا إلى الجزء الآخر والأبرز هذه الأيام، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هناك عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها، واحدة من أو ضمن هذه الاتفاقيات مع شركة سانوفي. إذا تحدثنا عن أهمية هذه الزيارة، ماذا تعني هذه الزيارة بالنسبة لكم، شركة سانوفي تحديدا الفرنسية، وحتى بالنسبة للعمل في مصر؟ هذه الأحداث لا تتكرر كثيرا، وبالتالي هي جزء هام للغاية وهم لنا كشركة فرنسية وإحدى الشركات الدوائية الرائدة من فرنسا. وكما قلت من قبل، نحن في المرتبة الثالثة في السوق المصرية، وبالتالي نحن جزء من المنظومة الصحية. من المنظور الفرنسي هذا يجعلنا نشعر بفخر كبير لما حققناه على صعيد الرعاية الصحية على المستوى العالمي. نحن كشركة موجودون في 100 سوق حول العالم، ومصر بالنسبة لنا هي إحدى نوايانا الاستراتيجية المستقبلية، وبالتالي لدينا مستقبل طويل على صعيد الاستثمارات في مصر والفرص في مجال الرعاية الصحية. حينما يأتي رئيس الدولة التي تتمركز شركاتنا فيها، حينما يأتي هنا، فيعد هذا بيانا هاما. أعتقد أن الحكومتان يعملان سويا على قضايا تؤثر على السكان. وكما نعلم، فإن الرعاية الصحية تقع على قمة أولويات الرئيس المصري، ونحن نتطلع قدما لأن نكون جزء من هذه الرحلة. أعتقد بالأمس كانت فرصة لرؤية التصديق، ليس من جانب الشركات فحسب، ولكن كذلك الحكومات. مصر في السنوات الماضية أيضا كان لها برنامج للإصلاحات الاقتصادية، كان لها أيضا عدد من التشريعات الجديدة فيما يخص قوانين الاستثمار تحديدا. كيف أثرت عليكم كل هذه القوانين؟ كيف أثرت عليكم أو أثر عليكم برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتحديد؟ كما ذكرت، نحن موجودون لسنوات طويلة ما يقرب من 60 عاما، وخضنا أوقات جيدة وأوقات عصيبة. أعتقد ما هو مهم أننا نرى النمو في إفريقيا بأكملها، وبخاصة مصر. الجميع كما نرى هنا يتميز بالصلابة. منذ 3 أو 4 سنوات كانت هناك أوقات مالية عصيبة للجميع، ولكننا اخترنا أن نبقى، اخترنا أن نستمر في التواجد كشريك في مصر. وأعتقد من كلا الجانبين، من جانب سانوفي ومن جانب الحكومة المصرية ومن جانب الذين يعملون في وزارة الصحة، أن جميعنا أصبحنا أقوى كشركاء نحو المستقبل، وهذا يعني أننا نتعلم كثيرا، نعرف كيف نعمل في الأوقات الجيدة والعصيبة. والجانب الآخر من هذه القصة أننا نصبح أكثر قوة. ثانيا، نحن نرى أن الاقتصاد بالتأكيد تعافى،
نحن نعلم أن الصحة تعد أولوية للحكومة المصرية، وبالتأكيد علينا أن نكون جزء من هذه الرحلة ونمضي إلى الأمام ونساعد. إذا ما حسننا صحة أمة ما فعلينا كذلك أن نعزز الاقتصاد، وبالتالي نحن جزء من هذه الرحلة سويا، ولكن علينا أن نكون سويا خلال الأوقات العصيبة والجيدة. سيد جون، ما هي أبرز أو أهم العوامل الجاذبة للاستثمار في مصر من وجهة نظركم، وبما أن شركة سانوفي تعمل في مصر منذ حوالي 60 عام حتى الآن؟ سانوفي بمحافظتها المتنوعة معروفة بكونها رقم واحد في الأسواق الناشئة. الأسواق الناشئة ما زالت تتضمن تحديات على المستوى الصحي العالمي، وبالتالي نحن كشركة موجودون في الكثير من هذه الدول للكثير من السنوات، أصبحنا شركاء في منظومتها الصحية، وهذا يعني أن لدينا فرصة للمضي قدما كما كنا نفعل في الماضي في معالجة الكثير والكثير من المرضى وإحداث فارق كبير ليس في المنظومة الصحية فحسب، وإنما في الاقتصادات على السواء. ولهذا فقد أطلقنا 7 منتجات جديدة العام الماضي في الأعوام القليلة الماضية كمثال فقط في مصر، وسنستمر في تلبية المتوقع منا من على صعيد الاحتياجات المصرية، وسنستمر في التشارك كما فعلنا بالأمس مع متخصصي المنظومة الصحية للقيام بالخدمات بأفضل طريقة. إذن بما أنكم أصبحتم جزء، أو بما أن سانوفي أصبحت جزء من هذا النظام كما تحدثت، كيف ترى شركة سانوفي مبادرة مثل مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقتها مصر، وأيضا هذه المبادرات المماثلة، وهل أيضا لكم عمل مع أو سيكون لديكم أي عمل لدعم هذه المبادرات مع الحكومة المصرية؟ سانوفي في البداية تود أن تهنئ الحكومة المصرية على هذه المبادرة، مبادرة 100 مليون صحة، هي مبادرة عريضة وطموحة للغاية، ولكن هناك ما يجب أن نفعله في المجتمع. إذا ما نظرنا إلى برامج الاختيار نجد أنها تظهر استثمارات في المنظومة الصحية لتعزيز الصحة العامة، وهي تستهدف مجالات عديدة. نحن نعلم على سبيل المثال أنها تستهدف مرض السكر، وهذا يحظى بأهمية بالغة للتأكد من تنفيذ المنظومة الصحية الوطنية وأنه يتم بطريقة صحيحة. إذا أعتقد أنه يجب علي أن أشيد بهذا، وبالتأكيد نحن سنتشارك في إطلاق هذا الأمر ودعمه، مما يضع الدولة في مكانة قوية للغاية على صعيد احتياجات ما يجب أن تفعله في مجال أولويات الرعاية الصحية. هناك نسبة للتبادل التجاري بين مصر وفرنسا تقريبا تصل إلى 2.7 مليار، لكن ما هي نسبتكم بالتحديد في السوق المصري أو في العمل في السوق المصري تحديدا؟ كما ذكرت في معرض حديثي، نحن نحتل المرتبة الثالثة في السوق المصرية، ونحن شريك لا يستهان به في حصة السوق. ولكن أحد الأمور المثيرة للاهتمام في أسواق مثل مصر هي أننا نصنع 82% من المنتجات المطلوبة في السوق المصرية. إذن الأمر متعلق بنقل المهارات والخبرات، ولكن كذلك متعلق بالاستثمار والتأكد من القيام بما يسعنا فعله لتصنيع ما تحتاجه الأسواق المحلية داخليا في مصر. التصنيع المحلي يسمح لنا بالتأكد من أن السوق دائما يحصل على ما يحتاجه من الأدوية للمرضى في الوقت الملائم. من خلال هذه النسبة في السوق، هذه النسبة الكبيرة والخبرة الطويلة أيضا لشركة سانوفي، هل تقدمون دعم لبعض الشركات الناشئة، أو دعنا نتحدث عن الشركات المحلية التي تعمل في مجال الصناعات الدوائية في مصر، هل هناك أي تعاون معها في الفترة الماضية أو أي دعم لهذه الشركات؟ اليوم نحن نوظف 1200 شخص في مصر، وهناك إحصاءات كثيرة من عموم إفريقيا، هو أنه 98% من إجمالي عدد موظفينا في إفريقيا يأتي من القارة ذاتها، والأمر مماثل في مصر. إذن نحن نخلق الكثير من فرص العمل المحلية، وهذا له تأثير على الاقتصادات المحلية. ثانيا، نحن نخلق فرص ووظائف عمل تحتاج إلى مهارات، لأننا نعمل في مجال التصنيع، ونحن نعلم الناس في المجالات الطبية والأبحاث الإكلينيكية وغيرها، وبالتالي لدينا فرصة لإجراء شراكات كثيرة في هذا الأمر. من جانب التصنيع، اليوم نحن نصنع 120 مليون وحدة سنويا، ولا نستطيع القيام بهذا بمفردنا بسبب تنامي الأسواق، وبالتالي نتشارك مع عدد من المصنعين المحليين اليوم والذين يدعمون الطلب الموجود في السوق. نحن سويا نخلق فرص عمل، نخلق خبرات في عمليات التصنيع المحلية.
الأمر الثالث كما ذكرت لك في معرض حديثي مبكرا هو أننا ومؤخرا انتقلنا إلى مركز جديد للتوزيع، مركز على أحدث الطراز عالمية تم بناءه في مبنى مصري، واستخدمنا الخبرات المحلية للتشارك معها، ونحن الآن نقوم بالتوزيع في مصر من خلال هذا المركز المحلي. إذن هذه جهود متفرقة ولكنها لا شك تضيف إلى الاقتصاد المصري وخلق الوظائف المحلية. من خلال كل هذا العمل الطويل، كيف ترى أهمية عمل القطاع الخاص أو تعاون القطاع الخاص ودعمه إلى للحكومة؟ الرعاية الصحية هي الأولوية رقم واحد للحكومة كما نعلم، ومن الواضح أن هذا مجال نحن نتولى الريادة فيه. التحديات الكامنة في الرعاية الصحية للكثير من الدول وبخاصة هنا في مصر تتمحور حول مجالات مثل الأورام ومرض السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية، ولا يستطيع شخص أو جهة بمفردها أن تتعامل معها، لا الحكومة بمفردها ولا شركات الرعاية الصحية ولا شركات التأمين الخاصة. ولكن ما علينا أن نفعله ونزيد منه هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. هذا النوع من الشراكة يجب أن يفصل خصيصا للتأكد من تلبية احتياجات اليوم والغد على صعيد احتياجات الشعب المصري، ونحن ندعم مشاركتنا الكاملة في هذا الأمر، ونريد أن نعمل حول هذه المبادرات والمشروعات، ونتطلع نحو تلك الشراكات التي توصل منظومة صحية أفضل للجميع في مصر. وكما تعلمين هذا أولوية قصوى للحكومة. من خلال كل هذا التاريخ الطويل الذي عملت فيه سانوفي في مصر، كيف ترى المنظومة الطبية والمنظومة الصحية تحديدا في مصر؟ ما هي أبرز التحديات التي ترى أنها تتعرض، أن وزارة الصحة تتعرض لها بشكل مستمر، وكيف يمكن أن تصف القدرات المصرية؟ أعتقد أن الرعاية الصحية على المستوى العالمي هي تحدي كبير أمام أي حكومة، لأن هناك زيادة سكانية مضطردة، وهناك زيادة في نسبة من يتقدمون في العمر، وبالتالي نرى زيادة في الأمراض المزمنة مثل السكر ولسوء الحظ الأورام، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية. إذن النمو السكاني ينمو وتزداد التوقعات العمرية للبشر، ومعها تزداد الأمراض. في مصر هناك خطة استراتيجية واضحة وخريطة طريق استراتيجية حتى عام 2030، حيث هناك تنفيذ فعال لخطة الرعاية الصحية في مصر. هي خطة طموحة للغاية ومعدة بشكل جيد، وحينما تنفذ بشكل رائع ستحدث تغيير كبير على صعيد الرعاية الصحية. وكما ذكرت منذ دقائق فإن هذا يتطلب شراكات مع جميع أفراد المنظومة، ويتطلب الالتزام والحافز من الجميع. نريد أن نكون جزء من هذه الرحلة. نحن موجودون لما يقرب من 60 عاما بالفعل، ونحن ننتوي أن نمضي في هذه الرحلة، وسنتطور قدر الإمكان، وسنساعد كما آمل في دفع تلك الأهداف والمخرجات الخاصة بهذه الخطة الطموحة للغاية، ولكن المعدة بشكل جيد على السواء. أنتم شركة لها نسبة كبيرة من السوق في مصر، كيف تعملون تحديدا مع الحكومة المصرية للتأكد من عدم نقص أدوية هامة ضمن الأدوية طبعا التي تعملون عليها، خاصة يعني إذا تحدثنا كمثال عن الأنسولين الذي كان في بعض الأوقات كان هناك نقص في هذا الدواء تحديدا؟ هذا سؤال هام للغاية في الحقيقة. أعتقد أننا فخورون بسجلنا، وسجلنا في مصر ليس أمر نواجهه بدون أن نكون متأهبين على صعيد المنتجات، ولكن حتى نفعل هذا يجب أن نقوم بالكثير من الجهود. حقيقة أننا ننتج ما يزيد على 80% من منتجاتنا محليا يساعد كثيرا، لأن هذا يعمل على ضمان قربنا من المرضى. بالنسبة للتخطيط الوطيد مع الحكومة على جانب العرض والعطاءات وغيرها، يضمن كذلك أننا نعرف ما نحتاج إلى أن ننتجه على صعيد سلسلة العرض والطلب، وهذا ما نعمل عليه عن كثب مع الحكومة المصرية. كذلك انتقالنا إلى مركز التوزيع والعرض الحديث يساعدنا في البقاء على قمة اللعبة، ويساعدنا في معرفة كيف نخطط للسنوات وللمستقبل، ويجعلنا نضمن كيفية تغطية السوق بقدر الإمكان بالنسبة للمنتجات المطلوبة في المستقبل. وبكل هذه الاستثمارات وراء التكنولوجيا والخبرات والتخطيط، نستطيع التأكد من عملنا نحو المستقبل. وكما فعلنا في الماضي، نحن نجلس على المائدة حينما يكون هناك فجوة في العرض، وهذا أمر نفخر به كثيرا، ونحن سنستمر في أن نكون الشريك الأحظى بالثقة حينما تسوء الأمور.
سيد جون، أيضا أنتم شركة تعمل في مجال البحث والتطوير العلمي، ما هي أبرز إنجازات سانوفي في هذا الأمر تحديدا، إذا كان لديكم إنجازات أيضا في تطوير بعض الأدوية لو تحدثنا عنها؟ المنتجات الجديدة هي خط الإمداد لأي شركة. نحن شركة أو منظمة عاملة في مجال الأبحاث والتطوير، وعلى المستوى العالمي نستثمر عدة مليارات يورو سنويا على الأبحاث. ما يعنيه هذا هو أننا تتسنى لنا الفرصة خلال السنوات القليلة الماضية لإطلاق 7 منتجات جديدة في مصر، ونتطلع قدما نحو الخمسة أعوام التالية حيث ننتوي إطلاق 10 منتجات جديدة في السوق. ما هو أكثر أهمية من هذا هو أن منتجاتنا التي نطلقها ستصمم بناء على الاحتياجات الموجودة في السوق. أعتقد أن هذا منهج ومقاربة مفصلة خصيصا للتأكد من أننا نملأ الفجوات الموجودة في منظومة الرعاية الصحية بدلا من أن نكرر ما هو موجود بالفعل في السوق. فيما يخص المسؤولية الاجتماعية، لديكم عدد من المبادرات لزيادة أو لرفع التوعية الصحية في القرى، في المدارس، إذا أمكن أن تحدثنا أيضا عن هذه المبادرات. بوصفنا أحد الفاعلين الأساسيين في مجال الرعاية الصحية العالمية، فإن لدينا استراتيجية مسؤولية اجتماعية. في مصر الأمر لا يختلف، لأن هناك الكثير من الفرص. أحد الأمثلة التي حققت نجاحا كبيرا هو برنامج أطلقناه خاص بالأطفال على سبيل المثال، متعلق برفع الوعي الخاصة بأمراض مثل السكر، لأن توعية الأطفال في سن مبكرة يساعد على فهم كيف يرعون أنفسهم في السن الأكبر، ويضمن تمكينهم في المستقبل لأنهم يفهمون ما يحدث حولهم. هذا هو نوع الأنشطة التي نركز عليها على سبيل المثال، وحققنا فيها نجاحا كبيرا. إذن هناك عمل أيضا مع الشركات الناشئة، ليس فقط في مصر وأيضا في أفريقيا. كيف يتم هذا العمل، أو كيف يتم دعم المبتكرين والمبدعين والباحثين أيضا في مجال الرعاية الطبية والصناعات الدوائية من قبل شركة سانوفي؟ هذا أمر جديد للغاية ويعتبر بمثابة إعلان حصري. شكرا لك. نحن مهتمون للغاية بالفضاء الرقمي والعصر الجديد للتكنولوجيا، وأحد الأمور الرائعة في إفريقيا هي أنها مليئة بالابتكارات والأفكار الإبداعية واستخدام التكنولوجيا الرقمية، والناس يريدون تجربة كل ما هو مختلف. هناك الكثير من الشركات الناشئة، ولدينا الكثير من عمليات الشركات الناشئة في مصر. وكجزء من حدث فيفا تيك الذي جرى في باريس، وهو حدث تكنولوجي يعد الأكبر على الكوكب، وهناك 150 ألف مشترك، سانوفي هي جزء مما نسميه أفريكا تيك، ونحن نساعد الشركات الناشئة في عموم القارة. وأنا أطلب منك اليوم أن تشجع الشركات الناشئة من مصر على وجه الخصوص للنظر في هذا الحدث الكبير وتقديم أفكارهم الخاصة بالأسئلة الصحية الثلاثة الرئيسية. نحن مهتمون معرفة ماذا يمكن للشركات الناشئة أن تفعل فيما يختص بالتكنولوجيا الرقمية والأفكار الجديدة، وكيف يمكن أن نعمل سويا كشركاء. وتحدثت عن الشراكة في معرض كلامي، كيف يمكننا سويا أن نستخدم الشركات الناشئة العاملة في مجال الإبداع للمساعدة في دعم المنظومة الصحية. هذا أمر جديد كما قلت، المنافسة بدأت لتوها، ونحن نرغب في رؤية مزيد من الشركات من مصر تشارك، وآمل أن نحصل على بعض الشركات من مصر لتذهب إلى باريس وتعرض ليس شركات ناشئة فحسب، ولكن تعرض المنظومة الصحية المصرية. هذا خبر عظيم لطبعا دعم الابتكار والصناعات الدوائية والبحث أيضا في هذا المجال تحديدا في مصر وفي أفريقيا. لكن قبل الختام، يعني حسأل حضرتك، هناك عدد من المستثمرين في الأجانب، طبعا في عدد كبير من دول العالم لا زالوا متخوفين من الاستثمار في مصر، طبعا لعدد من المشكلات الأمنية التي حدثت حتى في كل مكان من العالم. ما الذي يمكن أن تخبر أو تخبره لهؤلاء المستثمرين عن الاستثمار في مصر؟ نحن نعيش في عالم متقلب ومتغير باستمرار على المستوى العالمي، وإفريقيا ذاتها هي قارة ديناميكية للغاية. لكن أعتقد أنه في دول مثل مصر هناك الكثير والكثير من الفرص كما هي التحديات. حينما نأتي إلى مصر نشعر بأن هناك إحساس بالانفتاح أمام الاستثمار، نشعر بالانفتاح أمام الفرص، نشعر بأن هناك خطة للمضي قدما، وبخاصة في مجال الرعاية الصحية تشجعنا كثيرا بأن رأينا
الالتزام من جانب الحكومة بوضع الرعاية الصحية على قمة أولوياتها، وهذا يعني أننا يمكننا أن نستثمر بثقة ومعرفة ما سيكون كيف سيكون المستقبل في مجال الرعاية الصحية. وما أخبرتك إياه عن الشراكات سيلعب دورا محوريا. الآن نحتاج إلى الاستثمار من الجميع، وأعتقد أن هذه رسالة مني. ونحن خضنا أوقات عصيبة، كنا سويا لما يقرب من 60 عاما، وبالتأكيد هناك فرص كامنة هائلة وهذه بيئة شديدة الجذب على صعيد نموذج الرعاية الصحية ودفعه للأمام. هناك حاجات كبيرة غير ملباة في مجال الرعاية الصحية في مصر. نحن سنتأكد من أن نتشارك لتقديمها، لأنه لا يمكن لأحد أن يقوم به لوحده. نحتاج إلى شراكات وشركاء واستثمارات، وسنحدث فارقا في الرعاية الصحية. سيد جون فيرست، نائب رئيس شركة سانوفي بإفريقيا، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. مشاهدينا، السيد جون تحدث معنا في عدد من الملفات، تحدث معنا عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأهمية هذه الزيارة لشركة سانوفي، تحدث معنا عن تاريخ هذه الشركة، حجم استثمارات الشركة في مصر وفي أفريقيا، والعمل أيضا على دعم الابتكار والبحث العلمي والتطوير أيضا في مجال الصناعات الدوائية. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة.